مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من الأردن الحبيب، لنستكمل معكم فعالياتنا واحتفائنا واحتفالنا بمهرجان جرش، لنعلي صوت النشيد وصوت الغنى وصوت الأمل وصوت الثقافة والأصوات الجميلة من كل الوطن العربي من الأردن يا أحمد. بالتأكيد يا ياسمين، نحن اليوم نحتفي في جرش لإطلاق صوت الإنسان، صوت الحياة، الممارسة والاستمرار في تقديم الثقافات والفنون والإبداع من هذا المسرح العتيق الذي له رمزية عند جميع البلدان العربية. صوت الحياة مستمر بعطاء من خلال مهرجان جرش. أنا هاخد من نفس كلام ياسمين وأحمد وأقول أن يعني زي ما كنا بنغني مع النجم الكينج محمد منير، علي صوتك بالغنى. الغنى يعني الغنى ثقافة، والثقافة فنون مليانة بحاجات كتير جدا، فولكلور، موروث، ثقافة حوار، ثقافة شعر، ثقافة كلمة. الكلمة نفسها هي في حد ذاتها جرس موسيقي. ونحن هنا في جرش، جرش المواسم، جرش الغنى، جرش الفن، أيا كان هو إيه، إنما نحن هنا نغني بالثقافة. نعم صحيح يا شافكي، وأكيد يعني ومن ظلال جرش نواصل البوح الصادق ونعلي كلمة البقاء على قيد الأمل. نحن نتحدث عن الأمل، نحن نتحدث عن البهجة والفرح، ويحق لنا أيضا أن نتباهى بما لدينا من فنون ومن مواهب ومن أيضا تقاليد وأعراف يمكن نقدر نعكسها بهذه المهرجانات اللي بتعكس ثقافة شعب وفن وأيضا وطن كامل. أهب. يعني اليوم نقدر نحكي إنه جرش بيت للكل، بيت للكل بأنها بتجمع اليوم 20 دولة عربية بثقافاتها بفنها بأدبها، وأيضا بيت للكل ثقافة والفن والأدب بدورتها 36، ويعني الدول العربية كلها منورة جرش ومنورة من جرش يا أحمد. بعد هذا الكلام الجميل اللي تحدثنا به عن جرش وهذه الفعاليات المهمة، يجب أن ندخل في عمق جرش في أحداثها، في ترتيباتها، في تهيئة الأمور والأحداث. نتحدث من خلال ضيفنا العزيز والكريم في برنامج بيت الكل، هذا البرنامج العربي الذي يوحد الخطاب العربي بثقافاته بفنونه بإبداعه، وهو السيد مازن قعوار المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون. أهلا بكم، نورنا في بيت للكل. أهلا وسهلا فيكم في الأردن، وأهلا وسهلا فيكم في بيت كل العرب. شكرا. طيب سيد مازن، يعني عندما نتحدث عن جرش، جرش ليس مهرجان للغناء فقط، ولكنه مهرجان ثقافي فيه كل أنواع الفنون والثقافة، فحدثنا عن ثقافة هذا العام. أشكرك سيدتي على هذا السؤال، لأن الطابع العام دائما أن المهرجان هو فقط للغناء. إحنا مهرجان جرش للثقافة والفنون، وهذا العام وجهنا كثير برنامج قوي ثقافي. راح يكون هناك سيمبوزيوم، راح يكون وجود لفنانين تشكيليين، راح يكون في مؤتمرات ثقافية تشارك فيها أكثر من 15 شاعر وشاعرة عرب، أكثر من 40 شاعر أردني. سيكون هنالك جائزة للشعر، سيكون هناك جائزة للقصة، ويكون هناك فعاليات ثقافية على امتداد عدة مدن أردنية. مثلا في عمان سيكون هناك كثير من الفعاليات الثقافية في المركز الثقافي الأردني، في أمانة عمان الكبرى، في جرش، في مادبة، بالفحيص، في إربد. نعم يعني أستاذي، نحن نتحدث عن مشاركة محلية أيضا، وهو المطلوب. يعني مهرجان جرش هو صحيح لكل محافظات المملكة، ولكن أيضا أهالي جرش جزء من هذا المهرجان، جزء لا يتجزأ. وعكس هذه الثقافة مطلوب منا لكل الوطن العربي. كيف ترى جرش هذه السنة وسط هذا التحضير الذي ذكرته، وسط هذا الزخم من الفعاليات التي ستقام؟ المجتمع المحلي في جرش هو جزء لا يتجزأ من مهرجان جرش على مدى العقود، ودائما المجتمع المحلي وأهالي منطقة جرش هم شركاء للمهرجان. هناك فعاليات عديدة يكون فيها أهل جرش موجودين في كل الأصعدة، على سبيل المثال للحصر، المنتجات المحلية، المنتجات المنزلية، التحف، المنسوجات، المواد الأكل البيتية. فالمهرجان شريك
فاعل مع المجتمع المحلي في جرش. أكيد أستاذ مازن، يعني لما بتحدث عن مهرجان جرش بتحدث عن هذا المهرجان الضخم الذي يعني يشارك فيه الوطن العربي تقريبا، نتحدث عن مشاركات متنوعة، ما فائدة هذا التنوع في الوطن العربي برأيك؟ التنوع مطلوب والمشاركة مطلوبة، هنالك اتفاقيات ثقافية عديدة ما بين الأردن وعدة دول عربية وأجنبية، التشاركية وإحضار الدول الأخرى بمشاركة هي فرصة للأردنيين وللضيوف والزوار يشوفوا الثقافات الأخرى من الدول العربية، وكذلك الأردن يشارك في عدة مهرجانات وفعاليات ثقافية لنقل صورة الأردن الحضارية والثقافية إلى العالم أجمع. أستاذ مازن، هذا الحديث الجميل الذي يتحدث عن تنوع الثقافات والفنون هو مسج مهم آخر إلى جميع المتابعين لمهرجان جرش. يعتقد البعض بأن هو فقط غنائي، عدم مشاركة مطرب من بلد معين كأنما البلد لم يشارك. لدينا مشاركات ثقافية مثل ما حضرتك ذكرت، يجب أن نؤكد على هذه القضية بأن هناك مشاركات ثقافية شعرية غيرها، كيف نتحدث عن الموضوع؟ سينمائية كما تفضلت يا سيدي. هذا المهرجان هو عدة مهرجانات في مهرجان واحد، هناك مشاركات من عدة دول، التنوع موجود على كافة الأصعدة. لما منقول مهرجان ثقافي فني، هنالك السينما، هناك مسرح الأطفال، هناك شارع الأعمدة الممتد عليه فعاليات لكافة أفراد العائلة، هناك الساحة الرئيسية عليها عدة فعاليات من الدول والفرق المشاركة. هذه فرصة للدول الأخرى أن تعرض ثقافاتها أيضا في الأردن حتى إحنا برضو نطلع على ثقافات الدول الأخرى. سؤالي لحضرتك، يعني أحيانا ونحن نقدم أي مهرجان بيكون عندنا أمال وتطلعات، وأي مهرجان بيبقى نفسه يعمل كل الأشياء ونفسه يستضيف كل الدول العربية ويجيب كل النجوم، بيبقى أمال كبيرة. إيه الأشياء اللي كنتوا تتمنوا إنها تبقى موجودة كمان ولم يتسع الوقت مثلا، أو لم تكن هناك فرصة، أو مواعيد مثلا لم يعني تكون مناسبة يعني لحضور البعض؟ أن نكون على حسن ظن المشاركين والجمهور، فخصوصا هذا العام ارتأينا أن نوسع المشاركة الأردنية وأن يكون هناك اشتراكات من عدة جهات، المسرح، السينما، الأطفال، الكثيرين، وياريت المكان بوسع أكثر، خلينا نحكيها في اللغة العامية، لكن كما ترون المكان أثري وله طابع خاص، يعني زي ما أنتم شايفين الأمور اللوجستية صحيح. مش سهلة صحيح. فهذا الناس خلينا نقولها باللغتنا الأردنية كثير بيعتقدوا أنه هذا المهرجان هو بس تجهيزه بيأخذ فترة قصيرة، لا، المكان له خصوصيته، هذا موقع أثري مهم بيأخذ أشهر في التحضير وأشهر في إزالة ما يصير بعد المهرجان. نعم، يعني أستاذي لا شك هذه المعاملة الخاصة بهذا المكان وهذا الإرث التاريخي وعكس ثقافة وطننا الغالي وعكس ثقافات أيضا كافة شعوب الوطن العربي، هذه جهود مباركة إحنا مشكركم عليها ويعطيكم ألف عافية. وأكيد يعني المدير التنفيذي لمهرجان جرش الثقافة والفنون السيد مازن قعوار، بدي أشكرك على وجودك معنا اليوم. شكرا لكم، واهلا وسهلا فيكم دائما. نورتنا. نورتنا. شكرا. نورتنا.